Abdel Karim Marzouk, président de l'association Fort Immobile Ifrane. Donc aujourd'hui, on va signer deux conventions avec deux AGS qui vont bénéficier de matériel de distillation qui rentre dans un projet financé à l'international dans le cadre de tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales et la transformation et la distillation de ces plantes. Donc on a accompagné ces deux associations en cultivant 17 hectares de lavande provenance de la ville d'Oulmas. Donc aujourd'hui, on va signer les deux conventions et distribuer les matériaux de distillation. Aussi, il y a un programme d'accompagnement pour la génération de revenus pour ces deux associations. Et qu'en est-il des actions d'accompagnement? Donc les actions d'accompagnement, ce sont des accompagnements au niveau de cultivation, suivi des plantes, distillation et le savoir-faire au niveau de la commercialisation de ces produits. إذن باسم صديقة جيدة في إطار هذا التوقيع اللي غادي نقوم به وهو تتويج واحد العمل على الأقل مدة واحد سنتين في إطار يعني مصاحبة الجمعيات بإقليم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية هاد الغنم لحماية وتدبير الموارد الطبيعية. اليوم هذا العرس تبارك الله الحمد لله اللي لقنا مع الجمعيات المساهمة في تطوير وتحسين وقدرات المجتمع المدني اللي هي جمعيات الغابة النموذجية. كنشكروها في الدعم اللي كدير اللي كدعمنا كجمعية كتشتغل في إطار التواصل ودعم المجتمع المدني خصوصا الجمعيات والتعاونيات اللي هي نشأتها تابعين للجماعات الهلالية جماعة تيكليكرا إقليم إفران. وكنشكرهم جزيل الشكر على الدعم وعلى الآلات اللي يقدموا لنا اليوم لتحسين مردوديات التعاونيات اللي تنشؤوا. وشكرا جزيلا. أنا بدوري يعني تنشكر الغابة النموذجية على المجهودات اللي كدير على المستوى ديال الإقليم. وحنا يعني جمعية كنعرفوها منذ النشأة ديالها، جمعية اللي كنعرفوها يعني بالجدية ديالها وبالشغل ديالها، وحنا سعداء جدا يعني في جمعية السولية تحسين الحمد والتعاونية الحروش الفلاحية في تيم حديث أننا نشتغلوا معها. والشغل ديالنا راه ما كانش يعني ديال هاد السنة ولا ديال السنوات اللي كانت قبل، كان عندنا الشغل معاهم يعني منذ يعني تفشت روبورتاج ديال واحد المجموعة ديال المسائل اللي داروها ديال تحسين الآخرين. كنا استفدنا يعني من المسألة هذه كنا خدمنا معاهم. بالنسبة يعني هذه العملية اللي هي يعني كنتمنها وكنشكرهم يعني بزاف، لأنه باش ندخلوا مثلا نبتة ديال الخزامة الجامعة ديال تيم حديث هذا كنعتبروا البديل اللي هو رشر له الأستاذ على أنه يعني واحد المادة اللي خاصة اللي ما كتحتاجش الماء بزاف، واللي هي كنعرفوا أننا التنوع ديال الدخل خصو يكون يعني في المناطق ديالنا وبالخصوص المنطقة ديال تيم حديث اللي هي واحد المنطقة اللي يعني كنعرفوا يعني كتشتغل على ثلاثة ديال المحاور أو أربعة. إذا اليوم فاش غندخلوا هذه النبتة ديال الخزامة ربما غيولي دخل آخر يعني للسكينة ودخل آخر خصوصا يعني للنساء اللي حنا يعني في التعاونية يعني مخصصين واحد العدد ديال النساء اللي غادي يشتغلوا في هذا المجال ديال التقطير. وكانت الأمنية ديالنا أننا نحصلوا على تجهيزات ديال التقطير ديال الأعشاب الطبية والعطرية. واليوم يعني هاد الإخوان ديال الغابة النموذجية كنوجههم الشكر الجزيل على هاد يعني هاد البادرة اللي داروها معنا. وكنتمناو أن إن شاء الله يعني التجربة ديال الخزامة تنجح في الجامعة ديال تيم حديث ونعمموها على واحد المجموعة ديال الفلاحة في هاد المنطقة هذه.